السلام عليكم. اول حاجه كنبارك لكم العواشر، عواشركم مبروكه، الله يجعل هذا رمضان يدخل علينا بخير وعلى خير وعلى جميع المسلمين امه محمد. ثاني حاجه كنشكركم جزيل الشكر على التضامن ديالكم الرائع اللي يعني صبني في قلبي وفرحني بزاف بانني عندي التلاميذ نبلاء وهذا التكوين ديالي. وكان نتمنى تابوناو معايا وديروا جيم وتبارطاجيو باش نوصلوا للعدد اللي هو مطلوب عند الناس ديال اليوتيوب. وكنعتذر باش تمشي دوك الدروس القيمه اللي كانت عندنا ان شاء الله، ونتمنى نديروا ما احسن منها ان شاء الله وبطريقه اخرى، طريقه احترافيه ان شاء الله، والاخطاء اللي كنا درنا مش حال هادي ما نعاودوش نديروهم. اذا كنجدد الشكر ديالي والتحيه لكم وشكرا جزيلا. وراه الفيسبوك ديالي لتحت جوج فايصات باش الا مشى واحد يبقى واحد، والواتساب ديالي راه هنا الاشاره ديال التلاميذ ديالي الرائعين اللي كنحبهم في قلبي، والله يخليكم ديما اناره المجتمعات، جميع المجتمعات اللي كاينين في الكره الارضيه. الان غادي نتطرق معكم الدرس الثاني في الفصل باش ناخذوا الموديل ديالنا الثاني ديال الجلابه. القاعده الجلابه هي هذه، غادي ناخذوا دابا بالباتروناج. غتقول لي استاذ بان الخياط ما كيديرش الباتروناج وما كيديرش هذيك وكيفصل على ربعه، غادي نوصلوا لهذه الحاله، ولكني انا هادشي كنعطيه لك بالتدريج، لان في التغييرات ديال الموديلات وداكشي خصك تستعملي بابي دو سوا او بابي فور الا بغيتي العصرانه وتواكبي عالم ديال الخياطه باش ما تبقايش غير يعني طوي على ربعه ولا جينا لاكو برنسيس وداكشي. اذا كنهضر مع واحد المجموعه ديال الاخوات اللي هما ديجا عندهم فكره ديال الخياطه. اذا غادي نشد على ربعه ونقلب وندير داخله بخارجه، كاينه هذيك الهضره وغادي نوصلوا لها ان شاء الله مع اخوان المعلمين. ودعيو معايا يحن قلبهم ويجيو عاوتاني ونديرو برنامج ديالنا عاوتاني في هاد العواشر المبروكه، الله يدخلها لكم بالخير والافراح والمسرح. اذا اول حاجه غادي نهز هو الامام ديالي. اذا المسائل عاديه باش غادي ندير على ربعه وداكشي، علاش انا غادي ندير هاد الكم من الاوراق ونضيع الوقت وداكشي؟ لاسباب غادي نجيو ليها ان شاء الله. اذا ما يمشيش الخيال ديالك بعيد والذهن ديالك بعيد، بقاي معانا. اذا انا عطيتكم الموديل عادي على هذا الشكل هذا، غادي نهزو بابي دو سوا. الا كنتي غادي تبعي في المدرسه ديالنا غتبعي القواعد ديالنا ضروري. اذا خدينا الامام ديالنا، غادي ناخذو الخلف. الان الخلف، اذا جلابه عندها 130 ولا 144 ولا 150، غادي نهز الخلف ديالي. اذا طول الجلابه راه طويله 140، اذا غادي نشد كذا وغادي نهز الخلف ديالي. اذا غادي نوصل رساله للاخوات اللي بعثوا لنا الثوب والسفيفه. الثوب ان شاء الله والخياطه غادي نخيطهم وان شاء الله نهديهم للناس اللي محتاجين باذن الله باذن الله فهاد العواشر هادي، باش تكون صدقه نيت مشاركين فيها مجموعه ديال الناس. اذا الخلف عندي زائد سنتيم الفوق، ونعمل التراساج ديالي هكذا. اذا غادي ناخذ الكمام ديالي بعد ما خديت الخلف ديالي، هذا الخلف والامام. اذا هادي جلابه. اذا القاعده جلابه في الدرس الاول غادي تحفظوه، غادي تحفظوها الطريقه كيفاش حطيت الباتروناج ديالي. وهادو هما لي مونش ديالي، غادي نحط هكذا. اذا وتناول المفاجاه شي دروس كانوا عزازين عليا غادي نديرهم فهاد العواشر ان شاء الله ديال رمضان ديال سيدنا رمضان. اذا لا مونش ديالي هادي انا كنديرها بهاد الطريقه بالسرعه، لان خص الفيديو 15 دقيقه، خصنا نلتزموا بالقوانين. غادي ناخذ الفول ديالي الكابيشو ديالي او القب المغربي دابا الان،
اذا نقول خف جلابه انا هو اللي كيعجبني. اول نظره كتمشي ديال الزبونه او المستهلكه كتمشي للقب والامام، اذا غادي ناخد المسائل ديالي لا مونش ديالي نقطعها بهذا الشكل، نحيد لا مونش ديالي نحيها، اذا هذا الكم ديالي، غادي نحيد الكابيشو ديالي. اذا المرجون التلاميذ ديالي تبعوا هاد الطريقه لان كاينه اسباب. اذا لا مونش بلس القب الكابيشو هذا غادي نجمعو دابا ونطويه ونحتفظ به كمرجع نقدر نرجعلو. اذا غادي ناخذ الامام ديالي والخلف باش نكمل العمليه ديالي، نقطع الخلف ديالي. غادي نتكلموا على القطان، غادي نتكلموا على كلشي المسائل وبعلميا وبعلميا علميا. اذا الملابس اللي نحتاجو في رمضان هما اللي غادي نخدم. كنعتذر للناس ديال البوليرويات وداكشي تداركتني الوقت، يعني وكنجدد الشكر ديالي والتحية والتضامن ديالكم معايا العظيم الرائع. إذا عندنا الأمام، عندنا الخلف. إذا السلام عليكم، غادي نبدا بالثوب ديالي على هاد الشكل لأنه متني على جوج. هذا الدار هنا لأن الثوب غادي هكذا بلا ما نديرو ديك الطريقة داخلة في خارجة. شوفي معايا شنو بغيت نقول، المهمين تابعي معايا شنو بغيت نقول. أول حاجة غادي نقطع الدار. أنا بعد ما تيقنت بأن الثوب كافيني، يعني الثوب يعني كافي، غادي ندير لي مونش وندير مخرجني، ماشي تنقطع الخلف ومنين نجي نقطع الامام ونلقى ما كاينش الكمام ولا ما كاينش شي حاجه. اذا غادي نقطع دابا الخلف ديالي، الامام الخلف ديالي، نخليو سنتيم د الخياطه هنا و باجوتي ان سنتيمتر لا فالور د لا كوتور كوم دابيتود. هنايا نخليو 3 سنتيمتر و بيان 4 سنتيمتر حتى تقيسي. هادوك اللي كيزربو كيقولوا لي استاذ فين شحال هادي، بان استاذ راه كتخلي 4 سنتيمتر علاش درنا لي ميزير. انا كنقول لك التجربه ديالي ديال 30 سنه ولا 40 سنه د الخياطه، لان سيغ ميزور الا بغيت الجلابه للسوق ما غاديش ندير هاد الطريقه هاد لا ميثود. نخلي 4 سنتيمتر حتى تجي مولاتها ونقص لها دوك القريصات هنا ونحددها. اذا الخلف ديالنا ساليناه، نشوفوا الامام ديالنا على هاد الحال. اذا غادي ندير نبقى ندير دي فيديو مقطوعين، يعني نقدر ندوز بابي دو سوا، قطع بابي دو سوا الا ما كملاتليش 15 دقيقه ونبين لكم لا كوب اون ميم طون في نفس الحلقه، يعني مسلسل داك الشيء غتكون لا كوب تابعة لا كوب. اذا غادي نصوب هاد لي موتيف على هاد الشكل، هاد الخطوط اللي هنايا نقادهم مزيان ونقاد الثوب ديالي على هاد الشكل. ديت الثوب ديالي وضعت الخلف، هذا الخلف ديالي باش نقادو مع هاد الزواقات اللي كاينين هنايا، باش ملي نقطع يجيني على هاد الحساب هذا، يعني يجيني قد هذا قد هذا، باش المونطي من هنا من هنا غادي يجوني هاد السميطات مقادين. اذا بعض الاحيان كيجيب فيهم الخياط ديفو
اذا غادي ندير نغامر وندير هذا، يعني هاد النقطه هادي ديالنا تحت الابيض وصل ليا لهنايا، وغادي نشد على هاد الشكل ونحط. اذا الابيض مع هاد الشكل هذا باش نعطيه الايفازي ديالو، اذا باش هاد لاميزيغ اللي كاين عندي هنا يجيني مقاد مع الخلف. اذا وجبتو لهنايا، وهنايا غادي يكون عندي بطبيعه الحال مشقوق، وخلي سنتيم ديال الشفا ما نضيفش فيها حتى شي حاجه اخرى. اذا غادي نشرح في القطع. اذا نفس العدد اللي خليت تحت الايبيت بالنسبه للخلف نخليه بالنسبه للامام. اذا وغادي نشق هنايا، اذا كنت بغيتها نسطق يعني غير حتى لتحت نخليها، ولكن انا بغيت السفيفه تهبط حتى لتحت، يعني غادي نترينيو في السفيفه. اذا بالنسبه للمبتدئات بدينا بهذا الزواق وبهذه المسائل، ما يخلعكش وانا عارفكم علاش قادين، الجمهور ديالي عارفوا علاش قاد، تبارك الله ما شاء الله، شفناكم بعين الرحمه. اذا غادي يبقى لي الكمام ديالي حطيتهم على 4، وهنايا غير مقطوعين، هنايا الثوب حطيته على 4 باش يعطيني جوج لي مونش. اذا وخليت هذا الديكور يكون لي هنا، وخصو يجيني متساوي، لان دابا ولاو كيروماركيو لي كليون واش مقاد هذا ولا ما مقادش، يعني كيكلفني انا مجهود بالنسبه لي. راه بغيت نخيط لاوت كوتير كنبدا من هنا ونطلع وندير بسيستيم طيور. اذا غادي نقطع لي مونش ديالي، راه ممكن نوضعو الدروس ديالنا في الفيسبوك الاخرين. مجموعه ديال الناس قالوا لي بان راه عندهم الدروس اللي كانوا، انا ما عنديش نظرا لضعف الامكانيات باش نشري الديسك دير ونسجل داكشي، ما الله غالب. اذا غادي نشد القب ديالي وغادي نصوبو كذا، اذا غادي نبقاو نتيليشارجيو في القناه ديالنا، ويمكن في فيسبوك، ويمكن نضيف عليهم شي حاجه جديده اللي ممنوعه. اذا غادي ناخذ لي زيبانكل ما بقاليش، اذا غادي ناخذ لي زيبانكل ديالي بهذه الطريقه ونحط ونوضع الكابيشو ديالي هكذا. اذا القب ما درتش فيه الزواقه، بغيتو سامبل عمليه مقصوده باش ما نكثرش في الزواق ديال هادشي. اذا لوبيراسيون القب لي دين، اجي لي دين، لي دين ديالي لي مونش الكمام ديغاج. اذا هذا الامام الخلف، الى اللقاء في الخياطه.